السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى بفيديو جديد. اليوم مقطعنا ردة فعل ورياكشن على أترو لأول مرة بيستعمل وبيفتح باكيجات داخل السيارة. خلونا نشوفه ويلا خلونا نبدأ بالمقطع، بس لا تنسى اللايك والاشتراك ويلا. نفتح الصناديق ولأول مرة بحياتي برا البيت. اوكي، بده يفتح بالايباد داخل السيارة ب 35000 او 24000 شدة. والله فكرة حلوة صراحة، يعني فكرة حلوة كتير كتير. بالليموزين او بالهامر او اي امر هليكوبتر، اهم شي دعمكم حبايبنا. شباب راح يفتح بالهليكوبتر؟ لا مستحيل يا ترو، لا مستحيل. فأنا راح اقعد يم السايق واحمد راح يسوق وامير راح يصور. طيب يلا، يمكن حظي يتحسن بالسيارة. او بالهليكوبتر او بسيارة الاسعاف او بالاطفائية. والله مولع ما اترك والشدات. بس من لايكاتكم ومشاركاتكم. طيب يلا خلونا نشوف حظه في السيارة كيف بده يكون. صناديق خارج البيت، فحبايبي ما اطول عليكم، 24000 شدة. يا بسم الله. والاهم يا حبايبنا الصناديق الكلاسيكي اهم من كل شيء. يلا الكلاسيك روح. ف 24000 شدة حبايبنا، خلينا نشوف. عشوفون هذول المصاعد الكهربائية يجددون. تخيل تفتح باكيجات وانت تتفرج على الطبيعة والشوارع. اميرها معنا يجي. والله فكرة حلوة. المهم استمر، القرار قرامكم. امير خلينا نشوف. هذا حظك امير. هذا حظي. يلا حظ احلى حظ. واحمد بن عم السايق همين طلع لنا شوي. احمد ام امير. ايه اوكي حبايبنا، راح نفتح الحظ احمد اللي هو باسم امير همين. يلا روح على اكبر نمشي. احمد بحظه. يلا خلينا نشوف احمد. هذا الحظ احمد. يلا نشوف حظ احمد. خير افرط سيارة. هسه حظ احلى حظ راح يصير. اوكي بيض بابا عينا. بيض بايسكل حبايبنا. نشوفوا الاجواء. بيض. صور صور. شوفوا يا شباب اجواء حلوه يا حبايبنا. يا سلام. شوفوا الكبرز كيف ماشيين في الشارع. خلينا نشوف. طيب مع الافس. لا حلو. يلا حركه طويل على الميوزك مالك. يلا بوش. يلا طيب خلينا نشوف ايش حظي. تخيل جلين فور. بيض بيض يا ترو. بيض. اتوقع يا ترو يكون حظك اسطوري بالليموزين او بالاف 16. على الاقل خليني افتح واحد لاحمد كافي. يلا خلينا نشوف. يلا على قده على قده احمد السايق. وهذا بحظي. هذا بحظ اترو. وهذا بيض. يعني ما عاد افتحها ويا صناديق، انا عاد افتحها يم السفن يم الماء. بيض. لحتى الان ولا شيء. هسه راح نبلش ولا شيء ولا قطعة ولا اي حاجة. مرة واحدة حظ السيارة بيض. خلينا نشوف. مستعد احمد؟ مستعد. يلا خلينا نشوف. بيض يا احمد. بيض بيض. انصحك يا ترو ما تفتحش بحظ احمد. كل احترام لاحمد. شوف بحظك. حظك؟ حظك؟ احمد وبعدين نسيت. مو دائما على اساس حظ ابو جاسم كان. بس وينه؟ حظ ابو جاسم. بيض. ابو جاسم. ابو جاسم. والله كفو ابو جاسم. اللورد العصري المقلاه. اللورد العصري. اوكي شوف هسه انت الاول. والله كفو ابو جاسم. احمد الثالث صح؟ خلينا نشوف حظك. ابو جاسم القلب. خلينا نشوف حظك. بس ما اجيب اشياء احلى. حظ امير بيض معروف. اكيد اكيد. رجعنا الدوره همين. يلا حظ الدوره. هذا حظ منو؟ هذا حظي. هذا حظي. بيض. بيض يا امير. بيض بيض بيض. واو شوف يا اولاد، على فكره اترو عايش في هولندا اللي بيعرف ايش يعني. كان احلى حبايبنا. هذا لا شيء، هذا بدايه حبايبنا. حلو هولندا في الطبيعه حلو. حلوه والله. طيب يلا يلا قسم بالله راح تشوفوني بالهليكوبتر. لايكات واشتراكات. ما حد مسويها. او راح تلقوني راح بالدبابه هولنديه، او راح تلقوني بسياره الاسعاف او الشرطه او مركز الشرطه او بالليموزين. لا يا اترو لا 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 لا، الدبابه هاي مستحيل. فورات. لا لا دعمكم لايكات. انت تبالغ. شوي نبدل الجو. دبابة وتحديات وببجي وصناديق والسلاسل هيك حلوه يكون شوي ننور. فالمهم حبايبنا هسه راح ندخل المدينه. والله اترو بيصرح صراحه. ما ضل شيء شويه باقي راح نوصلك. كلش حلو. شوف هالمنطقه كلش يا الهي على الجمال. عن جد اسطوري. ربي جميله جدا هولندا. وربي حلو لان مدينه وقوانين وغرامات. يعني ما بعرف اماكن هولنديه الا العاصمه امستردام. او 100 دولار خدناها. سريع وجرا قوانين
شوية. يلا خلينا نشوف القطعة مين. يلا يلا شوف القطع. القطعة مين؟ القطعة بلاش؟ لا ما عندي. ها كاميرا هذا الحظ أحمد. هذا الحظ أحمد. أحمد يلا أحمد شوف. أكيد بيض أحمد بيض. يا أحمد هنا انفعنا شوية. خلينا نشوف حظك. والله جاب قطع. والله كف 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 يا شباب. أحمد جاب قطعة لا ترو. والله كفو احمد. حظ بدك يتحسن سير اسطوري لازم دبابه او اف 16 بعد احمد او يخت. لا احمد كان بعد امين. انا ما تصوت اكبر منك. حظي يلا حظي. بدا يقعد الحظ على سيره اليخت والاف 16. يا سلام واو يا سلام. حلو. اوه شوف الهليكوبتر. هليكوبتر اجت عشان يفتح فيها باكجات. يا سلام. اوه شوف السيارة. الف مبروك اترو على السيارة الجديدة عن جد. حلو اسطورية وبتمنى تتهنى فيها ان شاء الله. يلا. لا يا ربي مستحيل مستطيل. اوه يا شباب اترو بيفتح على البحر على الشط. خليني نشوف او على الميلح. هذا الحظ. هذا الحظ يا سلام. كيوبيزا قاعدة ولا اروع. اي طاوة عندي اياه. اي صح. خليني نشوف بس الحظ بيض. قطعة يو ام بي اذا جانا خلاص راح نسحب. ما شاء الله. اوكي بك. اوه شنطة المنتقم الثلجي. حلو تمام. حلو. خليني نشوف. هذا حظ احمد. اكيد بيض. يعني هو حظه قاعد مره واحده فقط. شفته بس جاب قطعه ماتيريال. يا حبيبي شوف الباط. شوف الباط وز مش بط على فكره. احلى عجبني للفيديو. يلا لعيون اللي يسوون لايك واشتراك للفيديو. يلا وكل زين بيض. يلا كمان فرصه للمتابعين. يلا حلو حبايبنا عاد تاكل بسفنها تنام سفنها تسهر كل شيء يسوون ثمن في سلبرات. يلا ان شاء الله المره الجايه تفتح يا اترو باليخت او بالسفن. وها شوف العجوز الشايب ماشي في الشارع فقط. لا مستحيل اترو. وهذا العيون. يلا العيون المتابعين كمان مره. يلا اوه والله حلو الطاوة. خمس بخاخات. عيون المشتركين جدد هالحين اللي بدهم يحطوا لايك واشتراك. صح. لان احنا ما هذا باكج لكم والطاوة العيون. خلينا نشوف حظك امير. يلا حظ امير. يلا خلينا نشوف حظي. اوه لبسة. لبسة بس خايسة. خايسة يا امير. تضحك علينا. قديمة كثير وخايسة. يلا اللي بعد. ما طلع من بيتي كثير يعني صار لي سنين يمكن 3 سنوات. طالع قليل. ورينا. جدا. ثلاث بخاخات. هذا ما ذكرت اسم احد. اوه المنتقم الثلجي ماسك. حلو. حلو. ما مشكلتي استيكرات يفترون ولا لازم ما يفترون. الله حيو. بيض. اوه اجت. اجت الطاولة الاسطورية. هذا لعيون المتابعين بدهم يضغطوا لايك. طاوتين يا سلام. حلو. شوف حشرة على رجل أتر. أوه خنفساء. هذه خنفساء يا شباب. طيب هيك وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. وإذا حابين نستمر بالسلسلة وردات الفعل والرياكشن لايك واشتراك بس مش هتخسر اشي. ويلا بيس مع السلامة.